أسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر، والدمع عطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع برنامجكم ليدبروا، الذي هو تحت البرنامج العام في هذا الوقت من كل يوم، وهو فاسمع إذن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر آياته، إنه ولي ذلك مولاه. هذا هو اللقاء الثامن في هذا البرنامج. تكلمنا عن الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن فضائل القرآن وأهله في اللقاء الثاني، وفي اللقاء الثالث تكلمنا عن تدبر القرآن، وفي اللقاء الرابع تكلمنا عن خطتنا في تدبر آيات الله سبحانه وتعالى، وفي اللقاء الخامس وكذا في اللقاء السادس تكلمنا عن الاستعاذة، وفي اللقاء السابع وهو اللقاء الماضي تكلمنا عن البسملة، أو اللقاء السابع تكلمنا عن البسملة، وفي اللقاء الثامن تكلمنا كذلك عن قوله الرحمن الرحيم، وهذا هو اللقاء التاسع. سوف نستكمل فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى الحديث عن رحمة الله جل وعلا وعن مظاهرها، وسوف نعرج أو نعرج بعد ذلك على الكلام عن الفاتحة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا أن الرحمن الرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى يدلان على صفة الرحمة،
وإلا أن الرحمن اسم، كلمة الرحمن ولفظ الرحمن أبلغ من لفظ الرحيم، والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى غالبا. والرحمن اسم عام تشمل رحمته المؤمن والكافر، أما الرحيم فرحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمن وحده. فرحمة الله سبحانه وتعالى المطلقة للمؤمنين، أما رحمة غير مطلقة وهي مطلق الرحمة، هذه للمؤمن وغير المؤمن. يعني إن أردنا أن نسأل هل لله عز وجل رحمة للكافر، هل لله عز وجل نعمة على الكافر، فصل الخطاب في ذلك كما قال صاحب القلم السيال والسحر الحلال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، قال فصل الخطاب في ذلك أن النعمة المطلقة للمؤمنين وحدهم، وأما مطلق النعمة فللمؤمن وغير المؤمن. يعني إيه مطلق النعمة ومطلق الرحمة، أو الرحمة المطلقة والنعمة المطلقة؟ مطلق الشيء أصله، مطلق الشيء أصله، أما الشيء المطلق فالأصل والكمالات وكل شيء بما يحويه. بمعنى مثلا إذا قلت تارك الصلاة كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر مثلا، أقول طيب تارك الصلاة الترك المطلق ولا مطلق الترك؟ الترك المطلق يعني لا يصلي أبدا. طب مطلق الترك يعني يترك أحيانا ويفعل أحيانا، عنده مطلق ترك لكن مش ترك إيه مطلق. عنده إيمان مطلق ولا مطلق الإيمان؟ لما مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل نفى الإيمان المطلق أم نفى مطلق الإيمان؟ لو نفى مطلق الإيمان وهو الأصل إذن هذا الإنسان صار كافرا، أما هو نفى الإيمان المطلق وإن كان معه أصل الإيمان، وإن كان معه أصل الإيمان أي معه إيه مطلق الإيمان، أما المنفي عنه إيه الإيمان المطلق، المنفي عنه الإيمان المطلق، المنفي عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، لأن لو اتنفى عنه مطلق الإيمان يكفر يصير إيه كافرا. على كل حال لله عز وجل على الكافر نعمة، نعم نعم الله عز وجل على كل خلقه، بل ما من موجود في العالم العلوي والعالم السفلي، ما من موجود إلا ولله عليه نعم لا تحصى ولا تعد. طيب الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن بعض مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، قلنا يعني من مظاهر هذه الرحمة أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين ويقبل توبة العاصين سبحانه وتعالى. وذكرنا آيات في ذلك، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الأمور، ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يتركنا هملا وسدى، بل دبر أمورنا سبحانه وتعالى بشرعه. وذكرنا كثيرا من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، وركزت تركيزا شديدا على قضية التشريع، وأن تشريع الله سبحانه وتعالى لعباده وهو من تدبيره سبحانه وتعالى لخلقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، والله سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق والأمر، قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمن تمام رحمته سبحانه وتعالى أنه شرع لعباده، وأنه سبحانه وتعالى دبر أمورهم، وأنه حكم فيهم بعدله سبحانه وتعالى، لم يظلم أحدا، بل له شرع محكم عدل، عدل كله، عدل كله رحمته سبحانه وتعالى في شرعه جل وعلا. فمن العجب العجاب أن تجد أقواما يرفضون رحمة الله سبحانه وتعالى، ويذهبون إلى تشريعات البشر، إلى القوانين الوضعية الكفرية من دون شرع الله سبحانه وتعالى، فيذهبون إلى حفنة من البشر يحكمون
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لو أردنا الانتقال إلى سورة الفاتحة لنتكلم عنها. سورة الفاتحة اختلف العلماء في شأنها، أمكية أم مدنية هي؟ فمن العلماء من قال هي مكية، ومنهم من قال هي مدنية، ومنهم من قال هي مكية مدنية، نزلت مرة في مكة ونزلت مرة ثانية في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى مكية وما معنى مدنية؟ اختلف العلماء في معنى كلمة هذه السورة أو الآية مكية أو مدنية على معان أو على أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة. أشهر الأقوال ثلاثة. القول الأول مكية، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. مدنية، أي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو مكي ولو كان ذلك بعد هجرته إلى المدينة. مثلا الآية التي نزلت عليه بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه عند هذا الفريق تسمى مكية أو مدنية، نزلت في مكة إذن فهي مكية حتى لو كانت بعد الهجرة، طيب القول الثاني، يبقى القول الأول مركز معايا، القول الأول ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني. القول الثاني بقى ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ده القول الايه الثاني، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت بعد الهجرة، ده نزلت في حجة الوداع. بدي مدنية عند هذا الفريق، مكية عند الفريق الأول لأنها نزلت في مكة، مدنية عند الفريق الثاني لأنها نزلت بعد الهجرة. طب القول الثالث إيه بقى؟ القول الثالث قال ما خوطب به أهل مكة فهو مكي وما خوطب به أهل المدينة فهو مدني. فهو ماذا؟ مدني. ونحن أذكر أنني ذكرت، أنا أتكلم عن مقدمة التدبر، ذكرت شيئا من ذلك بالتفصيل والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ماذا بعد ذلك أيها الأحبة الكرام؟ نقول سورة الفاتحة لها عدة أسماء وهذا لشرفها، فمن أسمائها الفاتحة لأن الكتاب، لأن القرآن مفتتح بها، هي فاتحة القرآن. طيب وأيضا نفتتح بها الصلاة، فما من مصل إلا ويقرأ الفاتحة قبل الشروع في قراءة أي سورة أخرى. ومن أسمائها كذلك أم القرآن، أم الكتاب، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. ومن أسمائها كذلك السبع المثاني، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني الفاتحة، سورة الفاتحة. ومن أسمائها سورة الحمد، وهذا لابتدائها بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ومن أسمائها الشفاء، ومن أسمائها الشفاء، وبالفعل شفاء ويرقى بها، ولذلك من أسمائها أيضا الرقية، لأن أبا سعيد الخدري حكى أن رجلا رقى ملدوغا فشفته هذه السورة، طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى، أي شفي الرجل بقراءة هذه السورة عليه. وفي بعض الروايات أن أبا سعيد الخدري كان هو الراقية لهذا الرجل، هو الذي رقى الرجل بسورة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراكم أنها رقية؟ فمن أسماء سورة الفاتحة الرقية، ومن أسمائها الشفاء، ومن أسمائها الوافية. الوافية قالوا لأنها لا تجزأ،
أي سورة في القرآن تستطيع أن تقرأ بعضا منها في الصلاة، تقرأ ما تيسر لك من القرآن، لك أن تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة، لك أن تقرأ نصف سورة في ركعة والنصف الآخر في ركعة. أما سورة الفاتحة فلا يجوز أن تتجزأ، فهي وافية. فهي ماذا؟ وافية. وقالوا من أسمائها الكافية، من أسمائها الكافية، لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها. يعني من صلى بالفاتحة فحسبه صحت صلاته، أما من صلى بالقرآن كله ولم يصلي بالفاتحة لم تصح صلاته عند جمهور أهل العلم، لأن أبا حنيفة خالف في ذلك. فالأحناف يرون أن قراءة الفاتحة ليست ركنا في الصلاة، واستدلوا بأدلة عديدة، من أشهرها قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وإن رد عليهم بعض العلماء بأن سورة الفاتحة بقدر الله ميسرة للجميع، فهي مخاطب بها حتى في هذه الآية، فهو مما تيسر، فالأمر ما تيسر من القرآن هي ميسرة للجميع. حتى أقول لك ده فلان حفظ السورة الفلانية زي الفاتحة، زي الفتحة، يعني يضرب بها المثل بأن إذا يسر غيرها فمن باب أولى أن تكون هي ميسرة. وليس هذا الموطن، موطن يعني الفصل في الخطاب هل الفاتحة ركنة لا، فبقدر الله الكل يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، بل في كل ركعة كما هو معروف. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ من أسمائها أيضا الثناء، ومن أسمائها الأساس، لأنها أساس كل شيء، وقيل لأنها أول القرآن، وقيل لأنها فيها المطالب العالية وفيها يعني المقاصد الشافية، فلذلك هي الأساس، إلى غير ذلك من الأسماء. ذكر كثير من العلماء يعني أسماء أخرى لسورة الفاتحة، كثرة هذه الأسماء تدل على شرفها وعظم قدرها، ولا شك أنها كذلك، ولا شك أنها كذلك. فما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور وغير هذه الكتب سورة كالفاتحة، سورة الفاتحة من أعظم السور، سورة الفاتحة من أعظم السور، واشتملت على المطالب العالية وتضمنتها أتم تضمن، واشتملت عليها أكمل اشتمال. ففيها التعريف بالمعبود، فيها التعريف بالمعبود. وأنا عايز أذكر شيء في مسألة اللي هي فيها المطالب العالية، لازما إذا سمعنا أن في هذه السورة المطالب العالية لابد أن ننتبه لنحصل هذه المطالب العالية. لماذا؟ لأن كمال الإنسان، كمال الإنسان، شوف الإنسان عايز يصل للكمال، الكمال البشري، عشان محدش يقول ده الكمال لله كمال إنسان إيه، لا، هناك الكمال البشري. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ففي كمال بشري، كمال إيه؟ بشري. احنا عندنا كمال لا يكون إلا لله، وده الكمال المطلق. أما كمال مقيد نقول كمال بشري، هذا الكمال البشري قد يكون لكثيرين، كمل من الرجال كثير. فاحنا عايزين نصل للكمال البشري دوت، كمال الإنسان، كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. مرة تانية، كمال الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وتكميله لغيره في هذين الأمرين. وهذا مذكور بوضوح في السورة التي قال في شأنها الشافعي: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. إيه دي سورة إيه؟ نعم، سورة العصر. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله سبحانه وتعالى على أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا، وهو العلم النافع، وعملوا الصالحات، الإيمان العلم النافع، وعملوا الصالحات، ده العمل الصالح. طب إيه تاني؟ هنكمل غيرنا بقى، أنت كملت في نفسك،
كمل غيرك، إذا كملت في نفسك فأكمل غيرك. الكمال الغير يجي إزاي؟ كمال الغير يأتي بأن تتواصى معه بالحق والصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طب وصى بعضهم بعضا بالحق وهو الإيمان، وبالصبر وهو الإيمان طبعا هو العلم والعمل، وتواصوا بالصبر وهو الصبر على الإيذاء في سبيل هذا، لأن من علم وعمل وأمر غيره لا بد أن يبتلى، ده الغالب يعني. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فكمال الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وتكميله لغيره في هذين الأمرين. وحقيق بالمرء إذا علم هذا أن يقبل على القرآن متفهما متدبرا مستخرجا لكنوزه مثيرا لدفائنه مستفتحا لأبوابه، عليه أن يفعل هذا، عليه أن يفعل هذه الأمور. طيب أيها الأحبة الكرام، إذا كان ذلك كذلك، إذا كان ذلك كذلك وعرفنا أن كمال الإنسان في هذا، فعلينا أن نهتم جدا بالمطالب العالية المودعة في سورة الإيه؟ في سورة الفاتحة. إيه بقى المطالب ديت؟ رقم واحد فيها التعريف بالمعبود، فيها التعريف بمين؟ بالمعبود سبحانه وتعالى. كيف؟ من خلال ثلاثة أسماء: الله، الرب، الرحمن. هذه الأسماء الثلاثة إليها مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا، والصفات العليا إليها المرجع في الأسماء الحسنى والصفات العليا. ومدار الأسماء والصفات عليها الله، الرب، الرحمن. وإحنا عندنا السورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رقم اثنين: الحمد متعلق بهذه الأشياء الثلاثة، فهو محمود سبحانه وتعالى في إلهيته، ومحمود في ربوبيته، ومحمود في رحمته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته جل وعلا. رقم اثنين أو رقم ثلاثة في هذا أن السورة أيضا تضمنت الإيمان بالرسل، وتضمنت الإيمان بالمعاد. بالمعاد قال الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. إذن فهناك يوم فيه الحساب وفيه الجزاء، لأن الدين المراد بالدين هنا الجزاء والحساب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم وجزاءهم الحق. يبقى هو تضمن أيضا الإيمان بإيه؟ بيوم الدين، بالآخرة. إذن فيه الكلام عن المعاد والإقرار به، مالك يوم الدين، وأن الحكم في هذا اليوم وأن الملك في هذا اليوم ليس لأحد إلا من؟ إلا الله، مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وتضمنت الإيمان بالرسل وإثبات الرسالة وأن في رسل. ليه؟ لأن إحنا إذا أبدأ ده من عدة وجوه. لو قلنا مثلا كلمة الحمد لله رب العالمين، كلمة رب العالمين من تمام ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى ألا يترك خلقه هملا وسدا، بل يبعث إليهم رسولا يدلهم على كل ما ينفعهم ويحذرهم من كل ما يضرهم، ده من تمام الربوبية. وإذا لم يحدث هذا، لم يرسل رسولا وكذا وكذا، فهو طعن في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فثبت من خلال قوله جل وعلا رب العالمين أنه سبحانه وتعالى يرسل رسلا إلى الناس ليعرفوهم بمراد رب العالمين، ليعرفوهم إيه؟ بمراد رب العالمين. نعم نستطيع أن نتعرف على الله، نعرف أن لهذا الكون إلها بعقولنا نعم، يعني من خلال آيات الله عز وجل التي تعرض على عقولنا نعرف هذا. عرفت ربي بربي سبحانه وتعالى، جعل لنا فطرة أولا تؤمن بوجود إله، سأل لنا عقول إذا نظرت في كون الله أثبتت لهذا الكون إلها. لكن مراد هذا الإله إيه؟ الفروض، الواجبات، المستحبات، المكروهات، المحرمات، هذا التفصيل من الذي يأتينا به؟
ومن الذي يهدينا إليه؟ لابد إذن من إرسال ماذا؟ من إرسال رسول. الحمد لله، الإله هو المعبود، وهذا المعبود كيف يعبد؟ بما يشرعه رسوله. إذن لابد من إرسال رسول. فنستطيع أيضا أن نتعرف على أن من إثبات الرسالة كلمة الله، ولذلك من كفر بالرسول فقد كفر بالمرسل. من كفر بالرسول فقد كفر بماذا؟ بالمرسل سبحانه وتعالى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسلا. ده كل أدلة على صحة إرسال الرسل وعلى صدق الرسل في كونهم رسلا من عند الله. نعم، الرحمن الرحيم، من أعطى هذا الاسم حقه الرحمن الرحيم، والله سيجد عجبا، سيجد دليلا قاطعا على صدق الرسل في كونهم رسل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ظهور رحمته سبحانه وتعالى في إرسال الرسل أعظم بكثير من ظهور رحمته في إنزال القطر وإخراج النباتات. فإن حاصل ذلك، حاصل المطر وإخراج النباتات، حاصل إيه؟ حياة الأبدان والأشباح. أما إرسال الرسل ففيه حياة القلوب والأرواح، ولا شك ولا ريب أن حياة القلوب والأرواح مقدمة على حياة الأبدان والأشباح. لكن الذين لا يعلمون بل المحرومون لم يروا في اسم الرحمن إلا ما يراه البهائم والدواب، ولكن أمرا وراء ذلك لا يراه إلا أولو الألباب. ولكن أمرا وراء ذلك لا يراه إلا أولو الألباب. إذن فتضمنت على مطالب عالية، أو تضمنت لمطالب عالية كثيرة جدا في هذه الآية. ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم أيضا دليل على صدق الرسل في كونهم رسلا من عند الله. ليه؟ ما دام هناك صراط مستقيم إذن نحن في حاجة إلى من يوضح لنا هذا الصراط المستقيم. لنا الصراط المستقيم دوت إيه هو؟ ما الصراط المستقيم؟ ويبين لنا الصراط الذي يجب أن نسلقه والصراط الذي يجب أن نبتعد عنه ونفر منه. ده يجي على يد من؟ يأتي على يد رسول. طب لو أردنا بقى أن نعيش مع الآيات، نقول قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هذه طبعا جملة اسمية كما نرى، وليست جملة فعلية، يعني لم يقل أحمد الله رب العالمين، وإنما قال الحمد لله رب العالمين. وهذه الكلمة أبلغ بلا شك، لأن لما أقول الحمد لله رب العالمين فقد أثبتت أن كل حمد هو لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد كله جل وعلا. جميع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى، بخلاف لو قلت أحمد الله خلاص ده حمدنا لله. طب وبقية المخلوقات؟ كل المخلوقات في الحقيقة هي حمدها لابد أن يكون لله، فهو المحمود المشكور على وجه الحقيقة، إذ لا منعم على وجه الحقيقة سواه. طب الله احنا بنشوف برضو ناس بتنعم وبتفعل والكلام ده، دول طرق للنعم، لنعم الله طرق ومجرا. هؤلاء طرق ويعني مجار لنعم الله سبحانه وتعالى. أما المنعم الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، وكل خير يجري على يد غيره فهو الذي أجراه، وكل نفع يصل إلى بعض مخلوقاته من بعض فهو الذي قدره وقضاه. ولذلك نحمده حمدا يرضاه، ونشكره شكرا يقابل نعماه وإن كانت غير محصاة، امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره سبحانه وتعالى. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، هناك حمد وهناك مدح وهناك شكر وهناك ثناء وهناك تمجيد، خمسة أشياء. فما الفرق بين هذه الخمسة؟ الحمد هو ذكر الصفات الجميلة
وإثباتها لله سبحانه وتعالى. ده الحمد، يعني حمد الله هو ذكر صفاته الجميلة وذكر نعمه ويعني التقرب إليه بذلك سبحانه وتعالى. طب الثناء هو تثنية هذه أو ذكر هذه الأوصاف، تثنية ذكر هذه الأوصاف الجميلة. إذا ثنيت، إذا ذكرتها مرة تانية أو كررت وأكثرت، هذا اسمه ثناء، اسمه هو جاي من الايه، من الثني، هو يعني التكرار. ولذلك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. طب هيقول الرحمن الرحيم أو ذكر لأوصاف الجمال مرة أخرى، يبقى الله عز وجل يقول ايه، أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. طيب الحمد لله، عرفنا الحمد وعرفنا الثناء. طب المدح، المدح قريب من الحمد لكن فرقا بين الحمد والمدح. المدح يكون للحي وغير الحي، يعني انا ممكن امدح حائط، شيء مش حي اهو، ده جماد، لكن انا ممكن امدح اقول الحائط دوت حائط منيع وحائط كذا، وافضل يعني ايه امدح في الحائط دوت، امدح القمر، أمدح الشمس، أمدح مش عارف، كل ده مدح للحي وغير الحي. أما الحمد فلا يكون إلا للإيه؟ إلا للحي. ولذلك الحمد دائما مقرون بفعل، يعني حين تحمد أحدا تحمده على فعاله، خلاص. أما المدح فقد يكون بلا فعل، أنت ممكن تمدح بياض إنسان، ممكن تمدح سواد إنسان، ممكن تمدح قوة إنسان، ممكن تمدح طول إنسان، رغم للأشياء دي لا كسب له فيها، يعني هو لم يخلق نفسه، هو لم يجعل نفسه أبيض، لم يجعل نفسه أسودا، لم يجعل نفسه لم يجعل نفسه أبيض، لم يجعل نفسه أسود، لم يجعل نفسه طويلا، لم يجعل نفسه قويا، ومع ذلك بيمدح بهذا. أما الحمد فلا يكون الحمد إلا لشيء له هو فيه كسب، له هو فيه فعل، هو حينئذ يحمد. أما المدح فقد يكون بفعل وبغير إيه؟ وبغير فعل. وأيضا ذكروا أن المدح قد يكون بحب وبغير حب، أما الحمد فلا يكون إلا بحب. يعني المدح ممكن أمدح واحد بحبه، وممكن أمدح واحد لا أحبه. طبعا وما أكثر الشعر الذي قيل في ممدوحين، يعني ناس مدحوا بأشعار كثيرة جدا، والمادح لا يحبهم أبدا، بل يقول هذا طمعا في مالهم، يقول هذا خوفا من عقابهم، إلى غير ذلك من الأمور. أما الحمد فقد ذكروا أنه لا يكون إلا عن حب. إلا عن إيه؟ إلا عن حب. طب والشكر، بين الحمد والشكر عموم وخصوص مطلق. فالحمد معذرة، أستغفر الله، بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. طب معلش بقى، بإن قلنا مطلق وجهي لازم نعرف القصة دي سريعا. بس يقول لك ما من شيئين، وأنا إن شاء الله الكلام هيبقى مفهوم، ما من شيئين إلا وبينهما إحدى نسب أربع. أي حاجة في الدنيا طالما موجودة بين ده وده إحدى نسب أربع، في نسبة معينة ما بينهم. إيه هي النسبة ديت؟ إما النسبة تكون المطابقة والموافقة، وإما أن تكون المباينة المفارقة، وإما أن تكون العموم والخصوص المطلق، وإما أن تكون العموم والخصوص الوجهي. نتعرف كده بالمثال يتضح المقال، وأنا بقول مش بقول كلام إنجليزي، ده كلام سهل جدا ونصل إليه إن شاء الله تبارك وتعالى والكل يفهمه بإذن الله. أول علاقة إيه هي؟ المطابقة والموافقة. زي إيه مثلا؟ بالمثال يتضح المقال، زي مثلا البشر والإنسان. العلاقة بين إنسان وبشر إيه؟ ده المطابقة والموافقة. كل إنسان بشر وكل بشر إنسان، وبعض الإنسان بشر وبعض البشر إنسان. عموم دوت إيه؟ ده عموم وخصوص مطلق، موافقة مطابقة، ده نعم موافقة ومطابقة، ها؟ نعم. القضية هذه تصدق كلية وجزئية موجبة. جميل. طب وإيه النسبة التانية؟ إحنا عرفنا نسبة المطابقة والموافقة، هي من انتفت عنه البشرية انتفت عنه الإنسانية. طب من ثبتت له البشرية ثبتت له الإنسانية. جميل. طب ايه الامر الثاني؟ المباينة المفارقة. زي ايه؟ زي البشر والحجر، دع العلاقة بين البشر والحجر، المباينة، من ثبتت بشريته انتفت
عنه الحجرية، ومن ثبتت حجريته انتفت عنه البشرية. ده العلاقة ايه؟ المباينة، المفارقة. يبقى خدنا المطابقة وخدنا المفارقة، المباينة. طب رقم ثلاثة، العموم والخصوص المطلق. يعني ايه العموم والخصوص المطلق؟ يعني احدهما اعم من الاخر مطلقا، والثاني اخص منه مطلقا. يبقى رقم اتنين ده اللي هو الخاص، ده نوع من هذا الجنس، نوع من هذا الايه الجنس. يبقى ده هو ده يشمل هذا وزيادة. المفارق هذا ده يسمى ايه؟ ده العام، والذي لا يفارق ده الخاص. زي ايه مثلا؟ زي الحيوان والانسان. الحيوان المقصود به هنا الحيوان اي المتحرك الفعال بالإرادة، المتحرك الفعال بالايه؟ بالإرادة. الانسان والحيوان العلاقة بينهم ايه؟ عموم وخصوص مطلق، فالحيوان اعم مطلقا من الانسان، اذ كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسانا. نعم، ليه؟ لان الانسان قلنا نوع من هذا الجنس، الحيوان قلنا هو المتحرك الفعال بالاراده. طيب الانسان نوع من هذا، وفي ايضا متحرك فعال بالاراده غير الانسان، في عندنا الفرس، في الـ 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 القطه، في غير هذا من الحيوانات كثيره جدا جدا. خلاص، طيب يبقى الانسان نوع من هذا الايه؟ من هذا الجنس. يبقى الحيوان اعم، ولذلك قلنا كل انسان حيوان، في حياه ومتحرك وكذا، وليس كل حيوان ايه؟ انسانا، لانه في انواع اخرى. جميل، ده عموم وخصوص ايه؟ مطلق. العلاقه العموم والخصوص المطلق. وفي علاقه رابعه وهي الاخيره، العموم والخصوص الوجهي. يعني ده اعم من وجه ما، من جهه معينه، لكنه أخص من جهة أخرى، والثاني أعم من هذه الجهة الخاصة عند هذه وأخص من الجهة العامة عند هذه. زي إيه؟ زي مثلا الأبيض والإنسان، البياض يعني، البياض اللون الأبيض والإنسان. إيه العلاقة بين اللون الأبيض والإنسان؟ عموم وخصوص وجهي. يعني إيه؟ الأبيض أعم من أن يكون إنسانا، لأن عند أبيض إنسان، وعند أبيض دقيق، وعند أبيض لبن، إلى غير ذلك من الأشياء البيضاء. يبقى ديت إيه؟ يبقى الأبيض أعم من أن يكون إنسانا. طب وكذلك الإنسان أعم من أن يكون إيه؟ من أن يكون أبيض، لأن عندي إنسان أبيض وإنسان أسود يبقى هو أعم منه والتاني أعم منه، ويبقى هنا أخص منه والآخر أخص منه. ده يتسمى العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الإيه؟ الوجهي. طب لو جينا بقى نطبق المسألة دي على الحمد والشكر، الحمد أعم من الشكر ولا الشكر أعم من الحمد؟ العلاقة بينهم إيه؟ المطابقة؟ لا مش المطابقة. طب المفارقة؟ لا مش المفارقة. طب العموم والخصوص المطلق، فالحمد أعم مطلقا؟ لا برضو، إنما العموم والخصوص الوجهي. ليه؟ الحمد أعم من الشكر من جهة ما، والشكر أعم من الحمد من جهة ما، وبالتالي كل منهما هيكون أخص من الآخر في جهة ما أيضا. يعني الحمد مثلا لا يكون الحمد إلا باللسان، لا يكون الحمد، نعم، إلا باللسان. الحمد لا يكون إلا إيه؟ باللسان، الحمد لله. أما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر بيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. إنسان يشكر الله بلسانه ويشكره بقلبه، قلب شاكر، ويشكره بالجوارح، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل، ولما يسأل عن ذلك: يا رسول الله، يعني لقد تفطرت قدمك، صلى حتى تورمت قدماه، يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فده من شكر الله عز وجل بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الإيه؟ الشكور. طيب يبقى احنا عندنا الحمد يكون باللسان وحده، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. يبقى كده الشكر هنا أعم. طب الحمد بقى يكون في السراء والضراء، أما الشكر فلا يكون إلا على السراء. يبقى هنا الحمد هو الإيه؟ أعم. إذن هو أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه. فالعلاقة بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. وأرجو أن يكون الكلام يعني سهلا يسيرا على جميع الناس. الحمد لله رب العالمين، اللام في قوله لله يمكن أن تكون للاستحقاق، ويمكن أن تكون للملكية،
ويمكن أن تكون اللام هنا للاستحقاق، ويمكن أن تكون للملكية. طبعا الاستحقاق زي ما أقول إيه، مثلا الحبل للفرس، يعني هذا الحبل هو حق للفرس. والملكية زي ما أقول مثلا إيه، الدار لزيد، فالدار دي ملك لمين؟ لزيد. فممكن تكون للملكية، ممكن تكون للاستحقاق، ممكن تكون لغير ذلك، لكن أكثر أهل العلم على أنها للاستحقاق، أي الحمد المستحق له هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. كلمة الرب تأتي بمعنى المصلح، وتأتي بمعنى السيد، وتأتي بمعنى من يعني يربي تربية من التربية أيضا، فهو الذي يربي عباده سبحانه وتعالى. وكلمة الرب الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى، أي إصلاحه لهم جل وعلا وقيامه عليهم وإنعامه أيضا عليهم. فالتربية هي التغذية، هو الذي غذاني بنعمه، الرب هو الذي يغذي عباده بنعمه. طب إذن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه، ده هو رب لجميع الكائنات، لكن في ربوبية الله لزيد ليست كربوبيته لغيره. يعني ربوبية الله سبحانه وتعالى إذا كانت هي تغذية العباد بالنعم، فأجل نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد الإسلام، وليس كل الناس كذلك. إذن فربوبيته للمسلم ليست كربوبيته لغير الإيه؟ لغير المسلم، بل ربوبيته للمسلمين ليست على درجة واحدة بل متفاوتة. فربوبيته سبحانه وتعالى لموسى ليست كربوبيته لفرعون، وربوبيته سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليست كربوبيته لغيره. أشير إلي بأن الوقت قد انتهى، فلنا تكملة إن شاء الله سبحانه وتعالى كبيرة مع بقية سورة الفاتحة، وأسئلة كثيرة جدا يعني ترد في سورة الفاتحة في هذه الأسماء، الله والرب والرحمن، وترد أسئلة بخصوص الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى غير ذلك. لماذا قال الصراط المستقيم بالألف واللام ولم يقل اهدنا صراطا مستقيما، وكما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لما جاء بالبدل، والمخاطب لا يحتاج إلى بدل لأن الأمر عنده معروف سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. أكثر من 20 سؤالا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. لعلنا نقف معها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأعتذر عن الإجابة عن بقية الأسئلة، أجيب عنها إن شاء الله سبحانه، الأسئلة التي تأتي على صفحة ليتدبروا أجيب عنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم يوم الأربعاء في الساعة 9 مساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتلسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا
ترتضيه وتنعمه فاسمع إلى النبي.